عاد التصعيد الشعبي ليتصدر المشهد في العاصمة المؤقتة عدن بعد أن بلغ انهيار الخدمات مبلغه وتجاوزت ساعة انقطاع خدمة الكهرباء ثلثي اليوم في ظل ارتفاع متزايد في درجات الحرارة لتزيد من معاناة الناس فيما تجاوز الدولار الأمريكي سقف 900 ريال ليجعل من الخروج في التظاهرات الشعبية أمراً لا بد منه للفت النظر إلى أزمات باتت تضيق الخناق على المواطنين. التظاهرات الأخيرة التي شهدتها ساحة مديريات المعلة والمنصورة وصولاً إلى معسكر التحالف العربي بمديرية البريقة تعرضت لحملة تشويه من قبل الآلة الإعلامية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، لا لشيء سوى لكون دعوات التظاهر حملت المجلس الانتقالي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدينة وسكانها من أزمات باعتباره المسيطر عليها أمنياً وعسكرياً، كما وحملت الحكومة الشرعية وقيادة التحالف المسؤولية أيضا. ومن المرتقب أن تشهد عدن خلال الأيام القادمة خطوات تصعيدية توعدت بها اللجنة المنظمة للتظاهرات الأخيرة والمنادية بتوفير سبل العيش الكريم. وفي الوقت الذي يغلي فيه الشارع العدني وينتفض للمطالبة بحقوقه المهدرة، يواصل محافظ عدن أحمد لملس قضاء إجازته في دولة الإمارات التي غادر إليها قبل أسبوعين دون أي اعتبار لما تشهده المدينة المسؤول عنها من أزمات وصلت لحد انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من مديريتها وهي سابقة لم يعرفها السكان من قبل بهذا الحجم. ورغم تزايد حدة الاحتجاجات والاحتقان ودعوات التصعيد الشعبي لم يصدر أي موقف عن الحكومة التي غادرت مع رئيسها العاصمة المؤقتة منذ أكثر من شهر عقب وصولها لطريق مسدود مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ليبقى حال المواطنين حبيس ذاك الطريق المسدود الذي يبدو بأنه متجه نحو تصعيد عسكري قادم ومعه ستتعطل مزيد من مصالح المواطنين.